ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا اسماء عيسى من قناة اكلتك. هنتكلم النهاردة عن مكون جديد وهو الفلفل الاخضر او الفلفل بكل انواعه. يلا نشوف الفلفل هنعمله ازاي النهاردة. اول حاجة معايا خالص مفيهاش افتكاسات ومفيهاش اختراعات وهو محشي الفلفل، كلنا طبعا عارفينه وكلنا بنموت فيه. اول حاجة خالص هجيب الفلفل بتاعي واشيل الطبقة اللي فوق واشيل القلب بتاعه واغسله كويس واسيبه على جنب. هكون محضرة بقى الحشوة بتاعت المحش، وهي عبارة عن اللحمة المفرومة والرز والطماطم والكمون والكزبرة الخضراء بتاعتي والكزبرة الناشفة وكل التوابل اللي احنا بنحبها، تمام؟ بعدين هاخد الخلطة بتاعتي دي واحشي بيها الفلفل واحطه في صينية. لو انا عايزة ادخله الفرن احطه في الصينية بتاعتي وهرش عليه، هكون مجهزة عصير الطماطم ومزودة عليه المية، يعني المية حط عليها كده كوباية طماطم مثلا والتوابل والملح بتوعي، وبعدين ارشها على الفلفل. يا سلام بقى لو عندي مرق، دي هتغنيني عن اي حاجة. يكون عندي مرقة لحمة او مرقة فراخ اضيفها على المحشي وادخله الفرن. ممكن اغطيه بفويل ولما يشرب الميه ويستوي هشيل الفويل ده واخليه ياخد من الشوايه. في ناس بتحب تسويه في الحله على طول، برده تمام. كل الحاجات دي تمام معانا كده. اول اكله خلصت. تاني حاجه معايا واحنا كلنا برده عارفينها ومفيش اي بيت مصري ما بيحطش مخلل على الاكل او السفره او الطبليه او اي حاجه احنا بناكل عليها. هنعمله ازاي؟ مخلل ايه؟ مخلل فلفل. عندي مثلا جزر او عندي خيار او عندي خضروات هعملها كلها مخلل زي الجزر واللفت والخيار وطبعا الارنبيت بنعمله طبعا مخلل، تمام. انا عندي الخضار دي لو عايز اعملها مع الفلفل تمام، عايز اعمل الفلفل لوحده برضو تمام. انا هعمل فلفل لوحده عشان انا بحبه. هجيب الفلفل بتاعي طبعا هفتحها كده من النص، وبعدين هجهز الحشوة بتاعتي عبارة عن ايه؟ بشر جزر والهريسة الحارة بتاعت المخلل اللي انا بستخدمها على طول، وخل وليمون والتوابل ورق لورا وشوية حبة البركة واحطهم وشوية، انا قلت الخل مش هننسى طبعا الخل عشان مهم جدا. هقلب الخلطة دي كلها مع بعض. ممكن احشي بيها الفلفلاية وممكن اعمل ايه؟ طبقة من الفلفل وطبقة من الخليط اللي انا عملته، واحط فلفل وطبقة من الخليط اللي انا عملته واوصل لحد الاخر، تمام. هقوم مزودة المحلول بتاعي اللي انا عاملاه من خل وليمون وملح، وطبعا حط شوية بهارات، ممكن احط اي بهارات، ممكن احط حبهان مثلا معي. وهننزل على البرطمان اللي احنا عملناه، وبعدين هحط شوية زيت زيتون في الاخر واقفل عليه واسيبه مثلا 3 ايام. ودوقوا مخلل فلفل، يعني هيعجبكم، مش هتجيبوه من بره خالص وهتعملوه في البيت. جربوا الخلطة دي وادعوا لي. تالت أكلة معايا وهي ممكن تبقى غريبة عليكم شوية وهو صوص البرياني. بعمل صوص البرياني طبعا من الفلفل، ده أساسي في الصوص ده. هنعمله ازاي؟ هجيب فلفل أحمر وفلفل أخضر وطماطم، ومعايا التوم بتاعي ومعايا البهارات ومعايا خل وليمون. هجيب كل المكونات دي كلها واضربها في الكبة بتاعتي، اضربها كويس جدا، واحط معلقة صلصة من الطماطم الجاهزة او كاتشب لو احنا مش عندنا صلصة او حابين نغير، واحط بقى الكمون والملح والبابريكا والكاري بتاعي وهقلبهم كلهم واضربهم في الخلاط ضربة كويسة جدا. وبعدين هاخد الخليط ده واسويه على النار لحد ما يستوي على درجة حرارة متوسطة، لحد ما يستوي كده ويبقى معايا صوص جميل هستخدمه بقى في أي حاجة أنا عايزاها، وصفات مثلا فراخ مشوية، لحوم مشوية، هحط صوص كده جنب البطاطس طعمه حلو جدا. جربوه وقولوا رأيكم فيه ايه. رابع وصفة معايا وهي هريسة الفلفل الحار أو الفلفل الأخضر، سواء فلفل أحمر أو فلفل أخضر. هنعملها ازاي؟ هنعملها هنجيب الفلفل الاحمر او الاخضر بتاعنا الكيلو عليه مثلا 8 فصوص ثوم، او لو حابين نزود في الثوم تمام مفيش مشكله. هقطع الثوم وافرمه كويس جدا في الكبه، وبعدين هنزل بالفلفل بتاعي عليه وهفرمهم برده مع بعض كويس جدا. هجيب الليمون بتاعي وهقشره واقطعه مكعبات صغيره واضيفه للخليط، وبعدين هنزل بالخل والبهارات بتاعتي وهسيبهم كده في الخلاط او الكبه بتاعتي ياخدوا مع بعض شويه، يضربوا ضربه كويسه. وبعدين هطلع الخلطه بتاعتي دي واحطها في برطمان واحط عليها زيت زيتون واسيبها في التلاجة او الفريزر بتاعي. وكل ما احتاجها مثلا هحتاجها في التخليل، ده اساسي وانا بعمل اي نوع من انواع المخللات هحتاجها. وبعدين
تمام هحطها، هحتاج هاخد منها الكميه اللي انا عايزاها واحطها تاني في الثلاجه مكانها. ممكن برضه استخدمها في تتبيله الفراخ، معلقه صغيره كده مع التتبيله او اي تتبيله انتم بتستخدموها للفراخ، هتديها طعم حلو جدا. جربوها وقولي رايكم فيها ايه. خامس اكله او خامس حاجه ممكن استخدم فيها الفلفل، وهي السلطات. طبعا عندي كل انواع الفلفل الاحمر والاخضر والاصفر، كل المكونات دي بتدي الاكلات طعم تحفه لما بنضيفها عليه. سواء السلطه، لو انا هعمل سيزر سلطه بضيف الفلفل الاحمر او فلفل الالوان بضيفه للمكونات بتاعت السلطه بتاعتي، وان شاء الله هعملها لكم مره وتجربوها قدامكم كده عملي. جربوها على السلطه وهيعجبكم. بستخدمه في ايه تاني؟ فلفل الالوان بستخدمه لو بعمل شاورما او بعمل سجق، وانا عملت السجق مره بفلفل الالوان، هسيب لكم اللينك بتاع الحلقه في اخر الفيديو. ممكن استخدمه برده لما بعمل المكرونات، السلطات والمكرونات، بعمل شاورما الفراخ طبعا اساسي فيها الفلفل الالوان. الفلفل الالوان بيدي طعم وريحه للحمه او للفراخ لما بنستخدمه، اساسي معانا في الاكلات بتاعتنا الفلفل. يا ريت نهتم بيه شويه في اكلنا ومنسيبش البيت من غير فلفل يا جماعه، لان هو مفيد جدا وفيه فيتامين الف وفيه يعني وفيه مواد هتفيدنا جدا. يا رب الحلقه تكون عجبتكم والاكلات تكون عجبتكم. اشوفكم في حلقه جديده ومكون جديد وقناه اكلتك. باي.